بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير والمحبة مشاهدينا الأحبة، مساء الإجازات السعيدة والأوقات الطيبة، حياكم معنا إلى لقاء جديد وحلقة أخرى من حلقات برنامج من عمان. مساكم الله جميعا المشاهدين أينما كنتم تتابعونا مع حلقة نهاية الأسبوع نسبيا بالنسبة لهذا الأسبوع لأنكم على موعد مع الإجازة. مساكم الله بالخير جميعا والإشراق والنور، ومساء الخير عايدة. مساء الخير راشد، ومساء الخير مشاهدينا، وإجازة نوفمبرية سعيدة إذا تأتيكم خلال هذه الفترة. أكيد عديتوا العدة لقضاء هذه الإجازة، منكم من يمكن غادر إلى البلدان خلينا نقول عشان يقضي هذه الإجازة مع الأهل، وأيضا منكم من راح يقضيها برا، منكم راح يقضيها في رحلات وهكذا. أنت إيش مخططك راشد؟ والله أكثر شيء بين بدية وصوب داخلية، لأن بكرة نحن بنكون على موعد مع المشاهدين إن شاء الله، ففرصتنا الجمعة والسبت، الخميس والجمعة والسبت. وأكيد نوجه تحية أيضا إن كنا نقول لمن سيتمتع بهذه الإجازة إجازة سعيدة، ولكن أيضا نقول لمن سيعمل خلال هذه الإجازة الله يعطيكم العافية وعساكم على القوة إن شاء الله. إن شاء الله مشاهدينا، وأيضا كل أمنياتنا أنكم تقضوا برفقتنا مشوار طيب وجميل في حلقة الليلة من برنامج من عمان. إحنا سعيدين جدا بتواصلكم، راح يكون معنا أكثر من فقرة، أكثر من محطة. من ضمن محطاتنا راح يكون معنا مشاهدينا نقل مباشر من نادي الواحات في العذيبة. هذا النادي يدشن الآن فعالية جميلة، ليلة في حب الوطن بصحبة العود وزميلنا حفيظ جعبوب. مساك الله بالخير يا حفيظ. مساك الله بالنور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتك راشد وعايدة، ومسي بالخير لكل متابعينا. نعلم كما نعلم أن شهر نوفمبر مليء بالاحتفالات بهذه المناسبة الغالية. اليوم الجمهور على موعد بنادي الواحات بالعذيبة في جلسة عود تحمل عنوان ليلة وطن، تنفذ هذه الأمسية جمعية هواة العود التابعة لمركز السلطان قابوس الثقافي لمركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم كغيرها من المؤسسات تحتفي بهذه الليلة، وتحرص أيضا أن يكون هذا العام مختلف بنكهة وثوب خاص، خاصة أن تشهد السلطنة هذه الاحتفالات. يشارك في هذه الأمسية الطربية الغنائية كوكبة من المطربين العمانيين، جميل، الفنان والمطرب خالد الفيصلي، الفنان تركي الشعيبي، والمطرب محمد البرعمي، وصاحبة الصوت العذب والشقي الفنانة هدى الخنبشية. كان حفيظ يعني حرق كل المفاجآت. احنا حفيظ ان شاء الله راح نرجع لك عشان تعطينا تفاصيل اكثر حول هذه الليلة الجميلة المقامة، ليلة في حب عمان وليلة وطن. راح نرجع لك ان شاء الله اثناء الحلقة عشان نستمع لهذه المقطوعات وايضا لهؤلاء الفنانين المتواجدين في هذه الأمسية. شكرا جزيلا لك مؤقتا حتى نلتقي بعد قليل. شكرا لك يا حفيظ. ونحن مشاهدينا مستمرين معكم في بقية المحطات، راح تكون معنا وقفة للحديث عن الرقم المدني بوابتنا جميعا للخدمات الصحية. وزارة الصحة في قادم الوقت وبالتحديد مع مطلع العام القادم ستدشن خدمة جديدة، وجود أهمية لبطاقتنا الشخصية الرقم المدني حتى نستفيد من الخدمات الصحية في مختلف المستشفيات. أكيد هذا المشروع مشاهديننا اللي راح نتكلم عنه في من خلال محطتنا راح يكون عن الملف الوطني الصحي الإلكتروني اللي مثل ما قال راشد إن شاء الله راح يدشن مع بداية العام الجديد. إذن مشاهدينا في موضوع أيضا مرتبط بهذا الجانب الإلكتروني، أيضا زميلنا عبد الله البحراني في كل حلقة يوم ثلاثاء يحضر لكم مجموعة من الأخبار الجديدة عن جديد التكنولوجيا، خاصة الأشخاص اللي يحبوا التسوق من الإنترنت. تابعوا زميل عبد الله البحراني وتفاصيل، وأكيد فعاليات كثيرة هو محضرها لنا في هذه الفقرة. أكيد من ضمنها طبعا أسرع ماسحة ضوئية، وأيضا عنده شيء يتعلق بساعة ممكن راشد وانت لابسنها تشوف تصوير الكاميرا من خلال هذه الساعه. راح نعرف اكثر عن هذه التقنيات الحديثه اكيد مع عبد الله البحراني. اذا مشاهدينا محطات كثيره واكيد فقرات كثيره ومفاجات محضرها لكم زميلنا عبد الله البحراني، اضافه الى ذلك زميلنا الاستاذ عبد الناصر الصايغ اليوم في حلقه الليله راح يتكلم عن قوه الاختيار نحو قرار صائب. حتى نقرر قراراتنا في الحياه بشكل صائب لازم تكون اختياراتنا اختيارات سليمة. أكيد بالتأكيد، وراح إن شاء الله نعرف أكثر عن هذا الموضوع من خلال استضافتنا لعبد الناصر اللي راح ينورنا من خلال فقرته. يعني ما زالت الأفراح مستمرة، صحيح، وإحنا نعيش في هذه الأجواء النوفمبرية. اليوم طبعا 25 نوفمبر، ما زال هناك مسيرات مستمرة احتفالا وابتهاجا بالإطلالة السامية لمولانا حضرة صاحب الجلالة، وأيضا طبعا بمناسبة العيد الوطني 44 المجيد. هذا
جانب من واحدة من المسيرات اللي انطلقت اليوم في الموج، بالتحديد مسيرة للأطفال وهم يرفعون الأعلام وصور جلالة السلطان المعظم في مشروع الموج بمناسبة العيد الوطني طبعا 44 المجيد. مسيرة مشي على الأقدام وفعالية كثيرة بصحبة الفنون الشعبية على أنغام الموج وفي هذا الحي الراقي يعني. نعم صحيح. جميل راشد هذا التمازج بين البحر وأيضا أعلام السلطنة والأطفال الجميلين بكل براءة يحتفلون بهذه المناسبة الغالية أكيد على قلوب العمانيين جميعا. بالضبط، وأيضا القوارب الشراعية والبالونات اللي كانت حاضرة في هذه الفعالية الجميلة، وتستمر الأفراح في أرض عمان الخير بهذه المناسبة الغالية وقبلها مناسبة الإطلالة السامية لجلالة السلطان المعظم. إذن مشاهدينا خليكم متابعين لنا في حلقة الليلة من برنامج من عمان حتى تمام العاشرة، مجموعة من المحطات والمتابعة. أولى هذه المحطات راح نتكلم عن موضوع أرقامنا المدنية، بوابتنا لعبور الخدمات الصحية المتوفرة في مختلف المستشفيات والمراكز الصحية، لكن بعد هذا الفاصل. جاءك المجد سعيا فأهداك مقاما، وأتى الحق طوعا فأولاك زماما. جاءك المجد سعيا أنت تاج لعمان، أنت تاج لعمان، أنت في العرب زعامة، أنت تاج لعمان، أنت تاج في العرب زعامة. فهنيئا موطن العز بقابوس الشهامة، 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 موطن العز بقابوس بقابوس بقابوس.
الشهامة حياكم الله مشاهدينا، إذا متواصلين معكم حتى العاشرة في حلقة الليلة من برنامج من عمان بمختلف محطاتنا وفقراتنا المتنوعة اللي كل ما نرجوه أن تنال رضاكم واستحسانكم. إذا مشاهدينا، بدءا من العام القادم سنكون كلنا مدعوين لحمل بطاقتنا الشخصية وبالتحديد الرقم المدني الخاص بهذه البطاقة الشخصية حتى نستفيد من كل هالخدمات الصحية المتوفرة في مختلف المستشفيات والمراكز الصحية. يعني ما حد معذور، بطاقة شخصية أمر ضروري حتى تستفيدوا من هذه الخدمات. ونحن راح نتعرف على هذا الموضوع وراح نفرد مساحة للحديث عن موضوع الملف الوطني الصحي الإلكتروني من خلال وجود مدير عام تقنية المعلومات بوزارة الصحة الأستاذ عبد الله بن حمود الرقادي. مساك الله بالخير، حياك الله معنا في هذا اللقاء. يسعد الله مساكم وسعيدين بهذا اللقاء وهذا التواصل الطيب. الله يسلمك. إذا أستاذ عبد الله، أكيد أن استخدام التقنية في مسألة الملف الوطني الإلكتروني يعد واحد من النقاط المحورية في عملية تقديم الرعاية والخدمات الصحية للمريض. خلينا بداية نعرف مشاهدينا بهذا الملف، وإيش الفرق بينه بين هذا الملف الوطني الإلكتروني والسجل الموجود حاليا في المستشفيات والمراكز الصحية. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية أحب أن أبارك للسلطنة إنجازاتها، سواء إنجازات محلية أو عالمية. كما هو معلوم أن وزارة الصحة منذ أواخر التسعينات سعت في حوسبة وأتمتت مختلف مؤسساتها الصحية، وأطلقت نظام كما هو معروف نظام الشفاء، والذي نال على عديد الجوائز سواء كانت المحلية أو الدولية. الآن منظومتنا الصحية نقدر نقول شبه مكتملة، إذ تجاوزت نسبة 86% من مؤسساتنا الصحية محوسبة تامة. كان سابقا فكرة نظام السجل الإلكتروني عبارة عن لا مركزية في قواعد البيانات، حيث أن يكون كل مؤسسة صحية لديها سجلها الإلكتروني، ويكون بينها التحويل فقط عندما تستدعي الحالة لتحويل أي حالة مرضية. سابقا العالم كان ينظر إلى خدمة المؤسسات الصحية وليست خدمة المريض، بحيث مساعدة هذه المؤسسات من أجل ترتيب والحصول على سجلاتها داخل المؤسسة. نظرة العالم تغيرت فيما بعد، أصبح المريض هو الركيزة الأساسية لتقديم هذه الخدمة، فأصبح النظر في مركزية قواعد البيانات. أصبح كل المؤسسات يجب أنها تربط بجميع سجلاتها الطبية داخل محتوى واحد وداخل وعاء واحد. فكان توجيهات معالي الدكتور الوزير الموقر وأصحاب السعادة في الإسراع في وتيرة العمل نحو تنفيذ ملف وطني صحي إلكتروني. جميل. وهذا من ضمن خطة الحكومة نحو التحول الرقمي والوصول للحكومة الإلكترونية. طيب، إذا معنى ذلك أن الرقم المدني هو راح يكون الرقم الوطني الصحي؟ بالضبط بالضبط، لأنه هو الرقم الذي يربط كافة المؤسسات ببعضها ببعض. دائما لما نقول إحنا نربط لابد أن يكون رقم موحد، طيب، بحيث أن هذا الرقم لا يتكرر. وهو في عمان ما نسميه الرقم المدني، هو الرقم الذي لا يتكرر، بحيث أن تربط جميع ملفات المرضى من مختلف المؤسسات بهذا الرقم المدني. وهناك توجيهات من لدن مجلس الوزراء الموقر في ضرورة استخدام الرقم المدني في التعاملات وفي التشغيل. صحيح. وفي غيرها. يعني هذا اندل فإنما يدل على أن هناك تسهيل كبير للمرضى. يعني نفهم من هذا الكلام، إذا كان واحد مريض في واحدة من المحافظات بإمكان الحصول، وانتقل إلى محافظة أخرى بإمكان الحصول على جميع معلوماته من خلال هذا النظام. بالضبط. ما كان يحصل مثل ما ذكرت سابقا، الآن من خلال شاشة واحدة يستطيع الطبيب أن يرى ماذا حدث لهذا المريض، ماذا أعطي من أدوية، ماذا أعطي من أو ماذا عمل من فحوصات مخبرية من أشعات ومن غيرها. فكانت سابقا غائبة نوعا ما إلا الفقرة البسيطة التي يتم تسجيلها أثناء التحويل. اليوم من خلال شاشة واحدة ومن خلال نظام الشفاء
النظام راح يكون قدامه جميع الملفات، جميع هذه السجلات بلمسة زر واحدة يستطيع تصفح جميع ملفاته في مختلف المؤسسات الصحية. لو افترضنا أنه مريض لديه 4-5 ملفات في 4-5 مؤسسات صحية وجاء زار مؤسسة سادسة، الطبيب بطبيعة الحال إن لم تكن لديه هذه الشاشة لن يستطيع معرفة ماذا تم لديه من علاج. الآن بكبسة زر واحدة يستطيع قراءة جميع هذه الملفات. طيب كان نفهم أيضا من هذا الملف الوطني الصحي الابتعاد عن المركزية، يعني واحدة من الإشكاليات اللي كان يواجهها المرضى اللي موجودين خارج محافظة مسقط في حجز المواعيد، أنهم يضطروا أنهم يذهبوا إلى هذه المؤسسة الصحية اللي خارج إطار محافظتهم ويحجزوا الموعد. الآن بهذه التقنية هل سيتمكن وهو في مركزه الموجود في محافظته وولايته حجز موعد في المستشفى المركزي الموجود في مسقط مثلا، إجراء بعض الفحوصات الأخرى؟ بالنسبة للتحويلات التحويلات الطبية وبالنسبة للمواعيد طبعا هناك سياسة صحية مشرعة لهذا الأمر. طيب. كما هو معلوم الصحة السياسة الصحية تخدم نطاق معين من المرضى، وإن استدعت الحاجة أنه المريض يتحول من مركز لمركز آخر طبعا هذا نظام معمول فيه حاليا أن التحويل يتم إلكترونيا. صحيح. لكن عندما يصل إلى المؤسسة التي تم التحويل له راح يكون الطبيب يستطيع رؤية الملف الذي تم علاجه في هذه المؤسسة. جميل. أستاذ عبد الله، نتكلم أيضا عن جاهزية وزارة الصحة، وإحنا نتكلم أكيد عن نظام إلكتروني، ويمكن الهاجس دائما اللي يكون في ذهن الناس دام أن الأمر يتعلق بالتقنية هو مسألة حفظ المعلومات هذه وأمن المعلومات والمحافظة عليها من الاختراق. كيف استعدت وزارة الصحة لطبعا مثل هذا الموضوع؟ أولا يعني أحب أن أطمن الجميع، يعني مسألة السرية هذه مأخوذة بمأخذ الاعتبار، لأنه نحن ندرك تماما أن ملف المريض ومعلومات المريض أغلى حتى من المادة أو من النقد. لذا الملف الوطني سوف يتاح فقط للأطباء ولن يتاح للآخرين، وهنا الأطباء بطبيعة الحال قد أقسموا ميثاق أخلاقي في التعامل مع المرضى. نحن نستخدم شبكتنا الداخلية، لن يكون موجود أو متوفر على النطاق العالمي وإنما على نطاق الشبكة الداخلية لوزارة الصحة. جميل. طيب. هذه هي إحنا ما نعتبرها المرحلة الأولى من المشروع. نعم. طيب أنتوا راح تنطلقوا بهذا المشروع إن شاء الله مطلع يناير من العام القادم بإذن الله تعالى. وطبعا راح يكون على مراحل ولا لا؟ التدشين راح يكون على مستوى السلطنة طبعا. أولا يعني كنظرة استراتيجية على مراحل. النظرة الاستراتيجية اللي وضعتها وزارة الصحة تتكون من 4 مراحل. المرحلة الأولى اللي تم الانتهاء منها في مسألة أن الطبيب يستطيع رؤية هذه الملفات. نعم. من أي مكان كان داخل المؤسسات الصحية. أما المرحلة الثانية هي بناء قاعدة بيانات مركزية بحيث أنها تكون قاعدة تفاعلية لمؤسسات وزارة الصحة. وما أعني بالتفاعلية أنه عندما يكون مريض على سبيل المثال قد صرف له بعض الأدوية ويأتي طبيب آخر يصرف له نفس النوع، راح يعطيه نوع من الرسائل التنبيهية أن هذا المريض لديه هذه الأدوية. كذلك لو تم عمل له فحوصات مخبرية معينة رايح ينبهه أنه والله ما زالت هذه الفحوصات سارية. فهذه المرحلة الثانية اللي نتكلم عنها واللي رايح نبدأ فيها من العام القادم بإذن الله تعالى. جميل. المرحلة الثالثة هي كيفية أن نتكامل مع مؤسسات الصحة في سلطنة عمان، وأقصد فيها لدينا اليوم مستشفى جامعة السلطان قابوس، لدينا مستشفيات في جهاز الدفاع والشرطة وغيرها. ويشمل المستشفيات الخاصة أيضا؟ هذه في المرحلة الرابعة. راح احنا نتكلم لما نتكلم عن منظومة وطنية فإننا القطاع الخاص جزء لا يتجزأ، لأن المواطن هو المستفيد في نهاية الأمر من هذا المشروع. هذه هي الأربع مراحل اللي نتحدث عنها. اعتبارا من الأول من يناير في توجيهات من لدن معالي الدكتور الوزير الموقر أنه لن تستقبل أي حالة مرضية لزيارة للحالات الروتينية داخل المؤسسات الصحية سواء المراكز الصحية أو العيادات الخارجية ما لم يحضر المواطن بطاقته الشخصية. وبالنسبة للأطفال لابد من إحضار شهادة الميلاد لأنها تحوي على الرقم المدني. هناك كثير من التساؤلات يقول لك والله إذا أنا أجيب كل يوم شهادة الميلاد ممكن تتلف.
صحيح. نقول لا والله ممكن تجيب نسخة أو ممكن حتى تصورها من خلال تحتفظ بها بطريقة معينة تضمن صلاحيتها وهذا ما يتطلب في الفترة القادمة إذن تعاون المجتمع جميعا لتنفيذ هذه الخطة. نحن نشكرك على وجودك معنا ونرجوك كل التوفيق ثق تماما إن شاء الله مطلع العام القادم أكيد وتدشين هذا النظام أكيد متواصلين معكم. شكرا لك مدير عام تقنية المعلومات بوزارة الصحة عبد الله بن حمود الرقادي. شكرا جزيلا لك. حياكم الله. الله يبارك. شكرا أستاذ ونورتنا في من عمان. الله يبارك. إذن الحين اللي ما مطلع لحد الحين أو ما استخرج البطاقة المدنية المفروض يطلعها الحين لأن بالضبط. كل شيء مرتبط حاليا بهذه البطاقة. حتى اللي ما مجددينها توقع يشترط موضوع تجديد البطاقة الشخصية. هو التجديد يبقى يعني طالما أنه الرقم موجود فهو مقروء. جميل. نعم. مسألة التجديد هذه تأتي لاحقا. إذن التعاون الجميع مطلوب أكيد. حتى تتحقق هذه الرؤية وهذا المشروع الوطني. وفي موضوع أيضا مرتبط بموضوع الجانب التقني زميلنا عبد الله البحراني محضر لكم الكثير من المفاجآت والموضوعات لكن بعد الفاصل. رقمك المدني هو رقم ملفك الوطني الصحي الإلكتروني، فاحرص دوما على اصطحاب بطاقتك الشخصية أو شهادة ميلاد أطفالك عند زيارة أي مؤسسة صحية، واعلم أنه ابتداء من الأول من يناير لن يتم استقبالك بأي مؤسسة صحية ما لم تبرز بطاقتك الشخصية أو شهادة ميلاد أطفالك. الملف الوطني الصحي الإلكتروني معلومات متكاملة لرعاية صحية شاملة. مع تحيات وزارة الصحة. لما كنا صغار كنا نبحث عن أقرب سكة للبيت، نختصر المسافات حتى نوصل بسرعة. وأتذكر كيف كنا نتحدى أنفسنا في لعبة السلم والثعبان حتى نختار أقرب مسافة للهدف. كبرنا وزادت الاختصارات في حياتنا، في الهواتف، في استخدامنا للحواسيب، بل وحتى في طريقة تعاملاتنا المالية. صرنا نحول فلوسنا من هواتفنا، حتى كلامنا صار مختصر. ما أقول هذا صح أو خطأ، لكن هذا الواقع. في الشبكات علمنا تويتر نختصر كلامنا في 140 حرف، وعلمنا الإنستغرام نختصر الفيديو في 15 ثانية. وبعد شركات الطيران تشجع للحجز من مواقعها الإلكترونية، تضمن لنفسها بيع التذاكر، وتضمن أنت وجود مقعد لك في الرحلة اللي تريدها. الحياة صارت سهلة ومختصرة، لكن مع هذا صاحبنا جالس ينتظر. أنا؟ أيوة أنت، يعني واضح أنك منتظر من مدة لمعاملة ممكن تنهيها بدقائق وأنت في مكانك. لا 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 لا، ما يحتاج تخلي خيالك بهذا المستوى من الفخامة، يعني يمكن تخلص أمورك وأنت في المقهى مع أصدقائك أو أنت جالس في شارع الكورنيش. أعرف أنه المكان المفضل لك. ياه عيشني الجو، وأنا ليش مطول السالفة؟ أختصرها أحسن. يا سلام، اختصرها أحسن وريح بالك. ونقول للجهات الخدمية شدوا حيلكم، نريد خدمات إلكترونية أكثر حتى تكون عماننا رقمية. أفكاري من اكتشافاتي. أفكاري من مستقبلي. أفكاري من تحدياتي. أفكاري من حياتي. أفكاري من طلابي. أفكاري من تطلعاتي. أفكاري من مشاركاتي. أفكاري من عزيمتي. ومن أفكارك أفكارنا.
حياكم الله مشاهدينا، إذا مستمرين معكم في حلقة الليلة من برنامج من عمان. راشد، جربت يوم من الأيام أنك تشتري من النت؟ والله يعني أستخدم الشراء من الإنترنت، المواقع المشهورة، بعض المواقع المشهورة دون تسميتها يعني. أيوة. وسرعة التوصيل الموجودة عندهم يعني التقنية أصبحت يعني ضرورية جدا. اليوم نحن نحجز تذاكرنا عن طريق الإنترنت يعني. صحيح، ولكن أيضا في مواقع متخصصة فقط في مسألة البيع والشراء من خلال الإنترنت، وهذا الموضوع اللي راح يتكلم عنه اليوم. يا ليت قول يا رب ان شاء الله ما يكون خاص بالنساء ابدا، يكون فقط خاص بالرجال. هذا الموقع عبد الله، قول يا رب يعني قول هذه المعلومه صح انه بس للرجال. مساكم الله بالخير. اول مساك الله بالنور. عبد الله مساك الله بالخير يا عايده. اهلا وسهلا. والله فعلا هو هذا واحد من المواضيع اللي ان شاء الله راح نتكلم عنها. وقبل لا نبدا بالحديث عن هذه المواضيع كلها، بس احب اوجه تحيه حق امي الغاليه اللي قاعده تتابعني وتنطرني في صحار. ان شاء الله يوم بعد البرنامج يكون عندك باذن الله. حياكم الله. طيب البداية فعلا احنا راح نتكلم عن ثلاث اربع مواضيع عندنا، واحد منهم موضوع دكان، بس هذا راح يكون طبعا من ضمن الفقرات او المواضيع اللي راح نتعرض لها. في البداية راح اتكلم عن الناس اللي تستخدم اجهزة الابل بالتحديد، او المستخدمين اللي عندهم اجهزة ابل مثل الايفون، الايبود، الايباد. عندهم مشكلة احيانا في عملية نقل البيانات من والى الاجهزة الاخرى، يعني مثلا اذا عندك صور، اذا كانت عندك مادة فيلمية، مادة صوتية، حبيت تنقلها من جهاز إلى جهاز اللابتوب اللي يشتغل بالويندوز أو بأي نظام آخر، تلاحظ أن أنت ما عندك القدرة أنك أنت ترسلها عن طريق البلوتوث. وحتى لو صارت بتصير بطريقة غير مشروعة عن طريق الجيل بريك، وعندك برنامج، وهذا البرنامج لما يرسل عن طريق البلوتوث، والبلوتوث سرعتها في عملية نقل البيانات راح تكون مثل ما يقولون يعني بطيئة. لكن الحين في برنامج اسمه ترانسفير برو، ممكن نشوفه على الشاشة. البرنامج مثل ما نشوفه اللي هو باللون الأخضر اللي هو ترانسفير برو، لما أضغط عليه تلاحظون الشاشة اللي تفتح عندكم الحين على طول. من سهولة البرنامج مشاهدي العزيز، تلاحظ أن أنت عندك فوق سند وتحت عندك ريسيف. لو فرضنا الحين أنا بأرسل مثلا صورة من هذا التليفون، من هذا الهاتف إلى جهاز اللابتوب اللي عندي، مثلا أروح أختار صورة، هذه الصورة مثلا اخترتها الحين، مثلا الصورة أقول له سند. تلاحظون شو اللي قام يطلع؟ تلاحظون عند السهم الأحمر طلع لنا مثل URL. URL اللي هو عنوان تكتبه في متصفح الإنترنت اللي موجود عندك على جهاز الكمبيوتر على استفتح لك الشاشة. لاحظ راحت الصورة، ها؟ يعني بهالسرعة الصورة، مع أنها صورة كبيرة يعني تقريبا 3 ميجا بايت. فتلاحظون أن الصورة انتقلت، وفي نفس الوقت عندي جهاز الكمبيوتر اللي جنبي، من مجرد أن أنا كتبت العنوان اللي ظهر الأرقام اللي هي 10 يعني 10.185.1.107، وطبعا هذا متغير من شخص لشخص، يعني المفروض أنك ما تحفظه لأنه متغير في كل مرة أنت راح ترسل فيه مادة. راح تلاحظ أن جهاز الكمبيوتر، إذا نقدر ناخذ جهاز الكمبيوتر، راح تلاحظون أن فيه خيارات عدة ظهرت أيضا عندكم على الشاشة، اللي منها أبلود، داونلود، وبراوزر. فبالتالي تقدر أنك أنت ترسل وتستقبل في نفس الوقت. إذن هذا هو يعني أول تطبيق حبينا نستعرضه وإياكم. وبالنسبة هذا يعتبر طبعا حل أو أحد السولوشنز حق مستخدمين أنظمة الأبل بشكل عام، الآيفون، الآيبود، الآيباد. لأنه وايد يتينا أسئلة يقول لك والله كيف أقدر أرسل مادة صوتية مثلا أو فيلمية من جهاز اللابتوب مالي حق جهاز الآيباد مثلا، أو حق جهاز الآيفون اللي عندي، أو حق الآيبود. كان لازم عن طريق الآيتونز، وطريقة شوية نوعا ما معقدة، لكن الحين صارت العملية سهلة مع التطبيق اللي اسمه ترانسفير برو. طيب هذه أول شيء حبينا نستعرضه وإياكم. من ضمن الأشياء أيضا والتقنيات الحديثة اللي حابين نستعرضها ونتكلم فيها هي عن السكانرز أو الماسحات الضوئية. احنا دائما يمكن على مستوى المستخدم العادي لما يستخدم الماسحات الضوئية يستخدمها عشان ينسخ يعني أو يعمل مسح ضوئي حق بطاقة، ورقة واحدة، ثنتين، ثلاث، وتلاقي عنده مثلا فيدر اللي هو المكان اللي يخلي فيه الأوراق عشان يدخل داخل السكانرز. لكن في ماسحات ضوئية أو سكانرز مخصصة لاستخدام المؤسسات، الشركات، الوزارات، والعملية تطورت جدا لدرجة أن الماسحة الضوئية تقدر أن هي تاخذ 400 ورقة في الدقيقة الواحدة. 400 ورقة، ولا 400 ورقة مو شرط يكونوا من نفس النوعية، يعني ممكن يكون 400 ورقة مختلفات. وفي نفس الوقت مو بس ياخذهم ويعملهم عملية مسح، وإنما
أيضا يعملهم عملية أركايف، يعني عملية أرشفة، يعني يوزعها على مجلدات مختلفة ومتنوعة على حسب اللون والرقم. خلونا نشوف هذا التقرير اللي صورناه من معرض جايتكس 2014. مرحبا، معكم رامي من شركة كوداك ألاريس، مدير مبيعات كوداك ألاريس بدول الخليج. نحن هالسنة بجايتكس، عايز بتعرفوا كوداك ألاريس هي مشهورة بمسح الوثائق ومعروفين بمسح الوثائق الدوكيمنتس اللي كتير كتار. في عنا هالسنة جديد IBML، هي كمان one of أسرع المسح الوثائق، توصل سرعتها لتقريبا ل 430 صفحة بالدقيقة. وعنا كمان different products موجودين عنا بالبوث بجايتكس، سكانز بوصلوا سرعتهم ل 215. يعني عنا different، شو اسمه، احنا بنخصص مش بس سكانينج، صرنا نعمل مسح ضوئي، بنقرا الداتا من الأوراق وبنعمل لها indexing، بنصنفها وبيست اون ات بتحول على الدي ام اس حسب الدي ام اس اللي عندكم. يعني السنة نحن صراحة مينلي مفوكسين أكتر على solutions. عنا solutions متخصصة بالحكومة، solutions متخصصة بالصحة، solutions متخصصة بالبنوك والكل شيء شركات finance، وعنا solutions متخصصة لبزنس بروسيس اللي هو نحن بنقول هن الأشياء اللي الباكلوك سيرفيسز أو شركات اللي بتعمل المسح الضوئي as a service للشركات العامة. إذا مثل ما لاحظنا مشاهدينا الأحبة، المسحات الضوئية الحين يعني على قولتهم العلم كله مش في الهاردوير أو سرعة حركة الأوراق اللي إحنا شفناها، القوة كلها في السوفتوير أو في البرنامج اللي قاعد يقرأ هذه الأوراق كلها ويعمل لها أركايف، يعني 400 ورقة في الدقيقة ويعمل لها أركايف ويوزعها على حسب الرقم، على حسب اللون، على حسب اللوجو. يعني ما شاء الله، احنا يعني انا لاحظت انه بعد مو بس يعمل هذه الحركات، حتى انه يصلح، يعني اذا الورقه مشقوقه شويه، اماكن مال الدبابيس تطلع نظيفه في النسخ وتروح على الدوكيمنت مانجمنت سيستم. على العموم من السكانرز نروح حق الكاميرات الحديثه والجديده. يمكن احنا لاحظنا ان في الفترات الاخيره انتشرت الهوايات الخاصه مثلا بالسيارات، بالقوارب، بالطائرات، الرياضات على حسب انواعها، وتتطلب يعني عمليه التصوير اثناء الحركه وعمليات تصوير يمكن في التراب، في الماء. فلاحظنا ان في كاميرا كانت اسمها جو برو اللي هي انتشرت في الفتره الاخيره ما بين الاوساط الرياضيه بشكل عام، لكن الحين في كاميرا منافسه حق الجو برو اسمها ايرون اكس. هذه الكاميرا تي كاميرا مع كل الاكسسوارز او الملحقات الخاصه فيها، زايد معها ساعه. هذه الساعه فيها شاشه كال سي دي، ممكن يعني من خلال هذه الساعه نشوف اللي تصور الكاميرا. خلونا نشوف هذا التقرير عن الايرون اكس ونرجع نكمل فقرتنا التقنيه.
تحية لكم مشاهدينا الأحبة أينما كنتم تتابعون تلفزيون سلطنة عمان وبرنامجنا من عمان. لازلنا في معرض جايتكس 2014. شو اللي معي هنا؟ معي كاميرا ايرون اكس، اسمها ايرون اكس. طبعا هذه الكاميرا مصممة على أساس أن هي تشتغل في الأتربة حق المغامرات ضد الماي. يمكن احنا شفنا كاميرات مشابهة حقها مثل الجو برو، لكن هي مختلفة. طبعا هم المنافسين حق هذه الشركة. الجميل في الموضوع ان اللي انا اصوره مثلا في الكاميرا هذه اللي قاعد اشوفها نقدر نشوفها في ساعة اليد. يعني تلاحظ الساعة لما نتكلم عنها، يعني نشوف الكاميرا ايش قاعدة تصور، اوكي، تلاحظ ان اللي احنا نصوره يطلع في الساعة طبعا. وهذا الجميل في الموضوع والجديد. طبعا الساعة في نفس الوقت هي ساعة مثل ما يقولون عنها يعني ووتر بروف، تقدر تسبح فيها، مقاومة للأتربة، للاستخلامات مثل ما يقولون رياضية أكثر. فجميل، يعني كاميرا وساعة في نفس الوقت. ايرون اكس جميلة. إذن مثل ما لاحظنا مشاهدينا الأحباء، كاميرا ايرون اكس والتقنية قاعدة تتطور بشكل سريع. من كان يتوقع أن ساعة رياضية مع شاشة LCD مع كل الوظائف الأخرى اللي تتمتع فيها أي ساعة طبعا رياضية. ومن الايرون اكس إلى موقع دكان، صح؟ موقع دكان.com، هذا هو الاسم الخاص بهذا الموقع التجاري إذا صح التعبير باسمكم. أرحب بضيف الفقرة الفاضل المعتصم الريامي. حياك الله يا المعتصم. أهلا وسهلا، شخبارك؟ منور فقرتنا التقنية في برنامج من عمان. جزاك الله خير، شكرا جزيلا. حياك الله عزيزي. بشكل سريع المعتصم، إذا جينا نتكلم عن فكرة دكان. دكان هو متجر إلكتروني عماني لبيع الهواتف، أجهزة حواسيب لوحية وإكسسواراتها عن طريق موقع إلكتروني. فيها خدمة توصيل وفيها خدمة خيارات للدفع. جميل جدا، خيارات الدفع وخيارات التوصيل. يعني أنا الحين موجود في مكان ما في سلطنتنا الجميلة المترامية الأطراف، وبغيت أدخل على دكان أشوف مثلا، سمعت عن مثلا جهاز جديد نوت 4 مثلا، ال جي 3، الايفون 6 مثلا، ادخل اقدر احصل التليفون واشتري ويوصلني البيت؟ ايوه. لا يا رجال، اكيد. بس في بعض الاماكن احنا نوصل في مسقط وصحار وصلاله عن طريق شركه نقل متخصصه، شركه ارامكس. يعني انا اتوقع وجود التوصيل لهذه المحافظات او لهذه المناطق بالتحديد على اساس وجود الشركات التوصيل فيها. ايوه، وجود شركات التوصيل فيها، وطبعا التوصيل هذا يوصلك لين دار بيتك، يعني لمكانك يوصل. اللي انت سجلت، انت انت كل ما تحتاجه انك انت بس مجرد جهازك تطلب، ومن ثم يوصلك لين بيتك. تقدر تدفع عن طريق خيار الدفع عن طريق بيبال. طيب، وكذلك عن طريق الكاش تقدر بعد. نعم، اليات الدفع كيف صايره عندكم؟ في اليتين، في اليه عن طريق الدفع كاش بعد التوصيل، وفي اليه عن طريق موقع بيبال. بيبال، ايوه. كيف لاحظتوا اقبال الناس الحين على الدكان؟ الناس كثير متقبله الفكره. احنا بدينا الفكره من بدايه 2014، ودشينا الموقع على شهر 8 تقريبا. في الإقبال الحمد لله، في على مثلا نشوف ردود أفعال الناس في مواقع التواصل الاجتماعي كثيرة، الطلبات بدت شوي تحسن. المعتصم ترى هو اللي أنا أبي أوصل له، ثقافة الشراء عن طريق الإنترنت وين وصلت؟ ثقافة الشراء الإلكتروني بعدها شبه معدومة أو ضعيفة في السلطنة اللي لاحظناه. تحتاج إلى غرس، يعني معظم العمانيين اللي يشتريه من خارج السلطنة في الأساس، وكثيرين منهم يتخوفوا، كثيرين جدا جدا يتخوفوا أنهم يدفع عن طريق أو تجربة الشراء الإلكتروني. خلال البرنامج ومن خلالك أنت يا المعتصم، شو تقول حق المشاهد وهو قاعد يشوف الحين دكان على الهواء ويانا؟ يحتاج انه يستغل التقنيه علشان تسهل حياته، فيحتاج انه يتوعى اول شيء كيف عن طريق الدفع الالكتروني وكيف تمشي هذه العمليه، ومن ثم يجرب. طيب، لو جينا نتكلم مثلا عن اكثر الاشياء مبيعا عندكم في الدكان. ربما نشوف الحين الايفون كثير سوق عليه، يعني سوق الناس كثير تزدحم على الايفون، خاصة الايفون 6 اللي نزل. كل يوم تجي عشرات الاتصالات عن بس الايفون، عشرات الاتصالات يوميا. نعم، خاصة لما يكون في عندنا عرض خاص او شيء من هذا القبيل تجي كثير اتصالات. لما نعلن مثلا في وسائل التواصل الاجتماعي او شيء، في كثير تجي اتصالات على الايفون، في زخم كبير عليه، يعني في اقبال قوي عليه. انا لاحظت انكم انتم حتى يعني من خلال مثلا مشاهدتي للموقع الاحظ ان اسعاركم شوي حتى تختلف عن السوق نوعا ما. اقل من السوق، احنا نحاول يعني حاليا انه يكون في اقل من السوق.
عشان تدخل من السوق لازم تكون شوي اقل من السوق. صحيح. وطبعا احنا مثل ما نعرف يعني مشاهدي العزيز انك انت لما توصل الى موقع دكان توفرت على نفسك الجهد، قللت أكيد. حتى من البصمه الكربونيه انك ما شغلت السياره، ما زحمت الناس أكيد. والتقنيه الحين خلاص تطورت يعني. بقيت انشراء الكتروني، بعدنا نروح نشتري من المحل ونطلب فالعمليه الحين سهلت بمجرد وجود موقع يعني الكتروني من خلال هاتفك تقدر تطلب. جميل جدا. إذا يعني عملية شراء قائمة في الفترة الحالية، وعمليات الدفع تصير أكثر شيء عن طريق الباي بال ولا عن طريق الكاش؟ الكاش في العادة، الكاش قليلين اللي بعدهم عن طريق باي بال. وخيارات الدفع الإلكتروني في عمان كذلك بعدها محدودة، يعني مثلا إجراءات في بنك مسقط لما كنا في نتجهز إجراءات طويلة جدا ومعقدة ربما لكم أنتم، للشركات الصغيرة في العادة إجراءات شوية ما مش بالساهل إنك تتاخذ حل الدفع الالكتروني في عمان. زين عالي، يقولون ما الدعم الشركات الصغيره والمتوسطه محتاج يعني؟ محتاجين دعم اكبر في الموضوع يعني. في موضوع بحكم ان انتم شركه تجاريه واضحه. اي نعم صحيح ومسجله. أي أكيد. ففيما معناه انهم المفروض يوقفوا معاكم على اساس أكيد. حتى في شركات الشحن، حتى لو شركات الشحن شركه ارامكس تشوف الشركات الصغيره هذه تشوف ان الشركات الاكبر هي الاحق بالخدمات التوصيل السريع بالنسبه له. طيب يعني احنا رساله نوصلها للمشاهد اللي تابعنا ان دكان .om dokan.om يعني دوت اومان، وهذا الاوم على فكره ما ينعطى لاي موقع. اكيد صحيح يعني صحيح. لازم يكون موقع موثوق اكيد، ولازم يكون حتى الموقع HTTPS اذا لاحظته سكيورتي يعني سكيور عالي. ايوه فعلا. طيب يعني معناته ان الحين الناس تقدر تشتري المنتجات الالكترونيه وملحقاتها من خلال الدكان. أينا. ما بعد هذه الملحقات الإلكترونية في عملية توسعة مثلا في بضايع أخرى؟ أكيد أكيد. إحنا العمانيين كثير يبحث عن الأجهزة النادرة يروح يشتريها من الخارج. صح. إحنا الحين نريد نوفر حل إن إحنا نوفرها هنا في عمان، نجيب هذه الأجهزة النادرة، نتوسع كذلك في الأجهزة المعروضة في الدكان الحين، ونتوسع في الإكسسوارات. في خطة توسع مثلا الكاميرا جو برو والكاميرا الحين اللي أعلنت عنها، إحنا راح نسعى بعدين إنها نجيبها في دكان. نعم يعني انتم الحين بس انا لاحظتكم مركزين على الجانب الالكتروني أكيد. وفي المستقبل القريب ان شاء الله راح يتوسع المتجر. هي حتى الاسم دكان ممكن يشمل يعني بيصير هايبر ماركت ممكن ولا بيصير لا هو دكان على فكره دكان يشمل غير الهواتف، يشمل ممكن اشياء اخرى غير الهواتف. هذا طبعا خطه مستقبليه راح تكون. طيب في كلمه حابه تقولها حق المشاهد اللي تابعنا بما يعني انت كصاحب الدكان الالكتروني؟ اوجه لهم طبعا اول حاجه دعوه لزياره دكان دوت ام، ممكن اشياء تعجبهم فيه، وكذلك انهم يقربوا الشراء الالكتروني. احنا هدفنا الاساسي في الدكان احنا نغرس ثقافه الشراء الالكتروني، وان الناس تبدا تقرب تشتري عن طريق التقنيه. مع ان احنا شايفين وملاحظين المعتصم ان الناس يعني مثلا من خلال booking.com، من خلال شراء تذاكر السفر وحجز الفنادق يعني يستخدموها بدون تردد. مثلا عندك بوابه مال هيئه تقنيه المعلومات، نعم بوابه الدفع الالكتروني تصير فيها عمليات اكثر من 5000 تقريبا شهريا. صحيح. فلانها موثوقه للناس تعرفها وان الهيئه سوت فيها. يعني هذا دورك انت في عمليه التسويق لدكان انه هو مكان موثوق. اكيد في دور في التسويق، احنا بعدنا تو في بدايه. اكيد زرع الثقه هي خطوه اساسيه في صحيح الموضوع. يعني الحين الثقل او يعني الشغل الحقيقي الشغل عندك يعني. طيب يعطيك ألف عافية المعتصم الريامي، مؤسس موقع دكان الإلكتروني. هو مدير الموقع، مدير الموقع، مؤسس مدير الموقع بإذن الله. شكرا جزيلا إن شاء الله. شكرا لك عزيز. شكرا لك. إذا مستمرين معكم مشاهدينا الأحبة في برنامجكم من عمان والقادم أمتع. I'm
حياكم الله مشاهدينا، اذا متواصلين معكم حتى العاشرة في حلقة الليلة من برنامج من عمان. اذا مثل ما شاهدنا راشد، هذا جانب من الاحتفال اللي تقيمه جمعية هواة العود بنادي الواحات. اذا مشاهدينا، ليلة وطن بحضور كوكبة من الفنانين العمانيين اللي احيوا مجموعة من الوصلات الغنائية. راح تتعرفوا ان شاء الله اكثر على هذه الليلة الوطنية الجميلة اللي تقام بنادي الواحات التابع لديوان بلاط السلطاني في تواصلنا القادم إن شاء الله مع زميلنا حفيظ شعبوب. نحن مستمرين معكم مشاهدينا لدينا أكثر من محطة وأكثر من متابعة. في البداية سألتيني وين بروح. أيوة صحيح، أنت وين قررت روحي؟ هو كان في مخطط لكن كان في برنامج شوية اختلف الحين المخطط. إن شاء الله راح نبدأ الإجازة. نعم. الجمعة والسبت. إن شاء الله أكيد في أكثر من مخطط راح نشوف، ولكن أنت بالنسبة لك أنت قلت بتروح بدي. بين بدي والداخلية. بين بدي والداخلية، جميل جدا. اللي بعد ما قرر وين يقضي هذه الإجازة، إجازة العيد الوطني، إحنا راح نعطي بعض الخيارات عشان يختار وين ممكن يقضي هذه الإجازة. صحيح؟ نشوف إذا المشاهدين هذا التقرير واختيارات سياحية لأجمل مواقع سياحية في السلطنة. كثيرة هي عوامل الجذب السياحي التي تزخر بها السلطنة، والتي توفر متنفسا ومجالا واسعا للرحلات المثيرة والمتنوعة، ما جعل المواطنين يحرصون على زيارتها لقضاء أوقات مليئة بالمتعة في أيام الإجازات التي ما إن يتم الإعلان عنها حتى يشرع المواطنون في التخطيط لاختيار وجهتهم السياحية التي تتنوع بين الشواطئ الهادئة والصحاري التي ترسم لوحة ذهبية من الأمواج الرملية تكشف عن طبيعة خلابة يعيش الزائر خلالها تجربة فريدة تلتقي فيها البيئة الصحراوية مع البحرية ويندمج فيها أسلوب الحياة العصرية مع الأصالة العمانية. وبالانتقال إلى الداخل، تختلف التضاريس الجاذبة للسياح تدريجياً، حيث الأفلاج والوديان والينابيع المنسابة والجبال الشامخة التي تعانق السماء في ثوب أخضر من أشجار وزهور ومزروعات، وكذلك أنواع متعددة من الحيوانات والطيور، مزايا تضفي على عمان هوية خاصة ما جعلها محط أنظار السياح من الداخل والخارج. كما أن المدن هي الأخرى تشكل رافدا سياحيا، حيث المراكز التجارية المتنوعة والحدائق العامة والمطاعم والأسواق التقليدية التي تنبعث من أعماق ثقافة وميراث التاريخ العماني العريق، حيث ينصهر فيها سحر وبساطة الماضي مع حداثة الحاضر. أعتقد أني خلاص قررت وين ممكن أروح خلال إجازة العيد الوطني، واللي ما مقرر إن شاء الله قرر مع هذا التقرير الجميل حول الأماكن السياحية الجميلة في السلطنة. إذا نحن متواصلين معاكم ومباشرة نربط مع زميلنا حفيظ جعبوب المتواجد حاليا في فعالية ليلة وطن اللي تنظمها جمعية هواة العود بنادي الواحات. مساك الله بالخير معنا يا حفيظ مرة أخرى. مساء الله بالنور والسرور، وارحب بمتابعينا مرة أخرى. ليلة وطن تصدح وتغرد البلابل العمانية بالكلمة والصوت واللحن. جميل. في حب القائد وحب عمان وحب الوطن، حضور مستمتع بهذه الوصلات الغنائية بالكلمة بالصوت بالموسيقى، أيضا بمشاركة أعضاء جمعية هواة العود. الآن للحديث أكثر حول تفاصيل هذه الجلسة، جلسة عود، معي الآن فتحي بن محسن رئيس جمعية هواة العود. نبارك لكم هذه المناسبة وهذه الاحتفائية. والله نحن نبارك للجميع، نبارك لكم ولنا هذا الشهر الجميل، ونهني الشعب العماني ونهني قائدنا بمناسبة العيد الوطني 44 المجيد. احنا نقول ونعتقد دائما ان شهر نوفمبر لازم مش بس نزين الشوارع ونزين الدنيا كلها، نزين عمان، عمان دائما عروس، نزين قلوبنا ونزين ليالينا بالفرح دائما، لانه احنا نكون نستذكر احلى لحظاتنا واجمل ايامنا بهذه النهضه الرائعه الجميله. اللي ما يميز هذه الامسيه
الكلمة مع الموسيقى. اخترت أيضا فنانين مطربين إلى جانب الشعراء سالم البدوي الشاعر وأيضا شاعرة أصيلة المعمرية، نخبة جميلة من الشباب العمانيين يتغنون في حب الوطن ويتغزلون أيضا بجماله وشعبه. أيضا اليوم أيضا نتكلم حول التفاصيل الوصلات الفنية. الوصلات الفنية جاءت على أساس أنه إذا نحن من خلال جمعية وات العودة نقدم أمسية موسيقية معينة، فالأفضل في حب الوطن أن نتغنى في حب الوطن. والجو لابد يكون فيه ترفيه، لأنه الناس جاية تسعد، جاية تغير جو وتحس فعلا أن احنا في هذا الشهر في خصوصية، في فرح دائم بإذن الله. فاخترنا وصلات، اخترنا فنانين يعني متعودين ممارسين جدا لأسلوب اللون الجلسة العربية، وأيضا اخترنا منها وصلات تتناسب يعني فيها الأعمال الوطنية، فيها الأعمال العاطفية، فيها من الأصوات المشاركة معنا اليوم الفنانة الرائعة دائما والمتألقة هدى الخنبشية، وجه لها كل التحية، والفنان الذي يغني معنا الآن الفنان الجميل من صلالة محمد البرعمي، وأيضا معنا خالد الفيصلي، ومعنا أيضا الفنان تركي الشعيبي، وهما من خيرة الشباب فعلا في الغناء في الجلسات الغنائية، ومعهم طبعا شباب من خيرة العازفين عندنا في عمان، عازفين كموسيقيين شاركوا معنا في تقديم وصلات موسيقية أكاديمية، وشاركوا معنا في تقديم وصلات موسيقية في أماسي ساهرة. فهذه فرصة يتعرف الناس على هذا الجو الجديد بالنسبة لجمعية وات العود. عجبني أن هذه العام ارتأيت أن يكون الثوب بحلة وثوب مختلف عن العوام السابقة. يعطيك العافية، بارك الله فيك. الله يعافيكم، شكرا لتواصلكم معنا ولوجودكم معنا. تحية لكل كاست من عمان، تحية لك شخصيا على تواصلك، شكرا لكم. وشكرا أيضا لرئيس جمعية وات العود. أتمنى أيضا تعطيني فرصة بسيطة أخذ رأي أحد الحاضرين معنا. مساك الله بالخير ونور وسرور. مساك الله بالنور وسرور أخي. شفتك مستمتع وما حبيت أني أخذك من جو هذه الجلسة العود. خبرني رأيك وانطباعك كنت حاضر وسط أصحابك وزملائك، وأيضا أوجه الشكر لعائلتك الكريمة الحاضرة معك. أول شيء بسم الله وأحب أوجه لهم. فصراحة اليوم يعني كان شباب مستمتعين، جماعة مستمتعين، الحضور مستمتعين. ونشكر جمعية وات العود، ما قصروا نادي الواحات. والله في يعني عندنا فنون، يعني عندنا فنون ما شاء الله عليهم، مثل محمد المرعبي وهدى الخنبشي. توفيق ان شاء الله، واتمنى تقضي وقت ممتع معنا ان شاء الله. احسنت احسنت. الاكارم عايده، انت نعم. شايفه الصوره هي تحكي عن نفسها، الاجواء هنا غنائيه شاعريه، احتفاء بهذه المناسبه الغاليه العظيمه على كل مواطن عماني. جميل. هكذا هي، هو شهر نوفمبر احتفاء في احتفاء. أكيد. ونتمنى ان شاء الله بقيه الاشهر دائما إن شاء نحتفل الله. في الوطن ايضا ان شاء الله. يا حفيظ شكرا جزيلا لك على هذا النقل الجميل من نادي الواحات وفعاليه ليله وطن اللي تنظمها جمعيه هواة العود. تعرفنا اكثر على هذه الفعاليه الجميله، هذه السلطنه الجميله الموجوده حاليا هناك. احنا راح ننقلكم من سلطنه هواة العود الى سلطنه اخرى مع الفنانه شيرين واحدى اغانيها اللي قدمتها في دار الأوبرا السلطانية مسقط. Yeah.
نفس سافر من ألام المشاعر واللي نفسه يعيشها تاني هي هي المشاعر واللي دار بابتسامة من عينيه مر المشاعر واللي نفسه ساد حبيبه يبان عليه حب المشاعر يا دي يا دي يا دي المشاعر يا دي يا دي يا دي المشاعر ويا دي يا دي يا دي المشاعر يا دي يا دي يا دي يا دي المشاعر اللي بيفكر يفارق بس لولا المشاعر واللي سامع حد جارح راضي ذل المشاعر واللي ايده في ايد حبيبه بس مش حاسس مشاعر واللي نفسه قصاد حبيبه يبان عليه حبة مشاعر يا دي يا دي المشاعر يا دي يا دي يا دي المشاعر كل حاجة ناقصة حاجة وانت مش جنبي حبيبي نفسي أعمل أي حاجة بس ترجع لي حبيبي كل حاجة ناقصة حاجة وانت مش جنبي حبيبي نفسي أعمل أي حاجة بس ترجع لي مشاعر تشاور تودع مسافر مشاعر تموت وتحيي مشاعر تشاور تودع مشاعر تموت وتحيي إذن مشاهدينا بعد هذه الرايعة الجميلة للفنانة شيرين واحدة من حفلات دار الأوبرا السلطانية مسقط واللي لاحظنا متعة الجمهور من خلال اللقطات اللي تابعتوها صحيح. مشاهدينا يعني مجموعة كبيرة من الحفلات الغنائية الأوبرالية والعروض الموسيقية الراقية لهذه الدار أكيد الموسم تو ابتدأ بالنسبة لدار الأوبرا السلطانية مسقط وعروض كثيرة بانتظاركم سواء عالمية أو حتى عربية يمكن الفترة الماضية شاهدتوا أو اللي حضر كان في عرض الفلامينغو لقى إقبال جدا كبير على مدى يومين وأيضا إن شاء الله في عروض قادمة بإذن الله من ضمنها طبعا حفلة غنائية للفنان حسين الجسمي قبلها أظن بكرة وبعد بكرة في حفل إنشادي للفنان لطفي أبو شناق بصحبة فرقة أريج الفرقة العمانية في توليفة جميلة بكرة وبعد بكرة دعوة لكم جميعا مشاهدينا أنكم تزوروا دار الأوبرا السلطانية مسقط وتحتفوا بهذه الاحتفاليات الجميلة وأيضا موقعهم الإلكتروني بإمكان الواحد أن يحجز ويتعرف على مختلف هذه العروض الجميلة وهو الجميل أيضا أن خلال هذه الإجازة تكون دار الأوبرا السلطانية وعروضها المتنوعة واحدة من خياراتكم للي حابين طبعا أنهم يحضرون هذه العروض الجميلة والمتنوعة اللي تقدمها دار الأوبرا بالضبط نعم. إذن مشاهدينا نحن نهديكم مجموعة من اللقطات لدار الأوبرا السلطانية مسقط وبعد ذلك إن شاء الله الأستاذ عبد الناصر الصايغ رايح ينورنا وحديث عن الاختيار نحو القرار الصائب We'll be right back.
حياكم الله مشاهدينا. إذا وصلنا إلى آخر فقرات حلقة الليلة من برنامج من عمان، وفقرتنا راح تكون عن واحدة من القوة اللي نتمتع فيها راشد، وهي قوة الاختيار. هذه القوة اللي تعد أعظم قوة ممكن أن نمتلكها. بالضبط، أحيانا مشاهدينا نتردد كثيرا، يعني توجد معنا أكثر من اختيار، نتردد الاختيار الأنسب اللي يناسب معطياتنا وشخصياتنا حتى نتخذ القرار الصائب. نحن راح نعرفكم بالتقنيات الخاصة باتخاذ القرار الصائب، خاصة الأشخاص اللي ناويين مثلا في إجازة عيد وطني يخرجوا إلى أكثر من موقع مثلي. صحيح. يعني هل محتارين. الداخلية والبدية راح نعرفكم على الاختيار الدقيق إن شاء الله من خلال وجود ضيفنا العزيز الأستاذ عبد الناصر الصايغ. نورتنا وشرفتنا، مساك الله بالخير. الله يخليك ويسلمك، شكرا. الله يحفظكم يا رب. حياك الله وياكم يا رب إن شاء الله. إذا أكيد السؤال الأهم اللي هو أهمية الاختيار في حياتنا. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نقول في البداية أن الاختيار هو التعريف الآخر للإرادة، وأن الإرادة هي تنازع الرغبتين. أنا لي رغبات وللآخرين الذين لهم علاقة معي رغبات أخرى. إذا قدمت رغبتي فأنا اخترت أن أقدم رغبتي، وإذا قدمت رغبة الآخرين في حياتي فأنا الذي اخترت أيضا ذلك. نعطي مثال نبدأ به. أنا من 20 سنة أجمع مثلا جمعية 50 ريال من راتبي. طيب. بعد 20 سنة تكون لدي مبلغ وقدره. طيب، قلت أنا تعبت 20 سنة وضغطت نفسي 20 سنة، ألا يحق لي أن بعد 20 سنة أنا أخذ هذا المبلغ وأصرفه على شيء أنا أحبه في حياتي؟ فذهبت إلى الوالدة وقلت لها يا يما أنا أريد أشتري سيارة فاخرة. فقالت لي يا ولدي ضيع فلوسك في الحديد. رحت لعقلاء الدنيا كلهم قلت لهم أيهما أفضل، أشتري سيارة لنفسي أم أني أشتري قطعة أرض لأولادي؟ قالوا طبعا قطعة الأرض لأولادك، يعني تحفظ لهم مستقبلهم. فتسأل العلماء، تسأل الحكماء، تسأل عقلاء الدنيا، تسأل محبيك، فكلهم لن يرشحوا لك أن تشتري سيارة لأنها في نظرهم قطعة حديد. لكن أنك أنت تعبت كل هذه السنوات الطويلة وجئت على نفسك وضغطت على نفسك وأخذت من مصروفك بعد أن أمنت لهم كل متطلبات الحياة، أما يحق لك أنك تكافئ نفسك بعد 20 سنة بهذه السيارة؟ أنا أقول اتخذ القرار واختر أنك تختار السيارة، لا تسمع لكلام أحد. الوالدة إذا طلبت منك ذلك كأمر أطيعها حتى لا تكون عاقا لها، لكن إذا قالت لك يا ولدي أفضل كذا، أنا أشوف كذا، وأنت حر في النهاية خيرك، فلا تسمع كلام أحد، اشتري السيارة، حياتك ما اخترت. ولذلك نقول أن الاختيار هي قوة، أو هو قوة. وإحنا في اليوم نمارس آلاف القرارات المدركة وغير المدركة باختياراتنا. نعم. فالحياة تعطينا فقط خيارات ونحن من نختار. صحيح. الحياة مثل البوصلة، هي تقول لك هنا يمين وهنا شمال، هنا أمام وهنا خلف، الاتجاهات الأربعة. فالبوصلة لا تعطيك إلا الاتجاهات، وأنت من تختار الطريق. لكن تعرف للأسف إيش أستاذ عبد الناصر الصايغ؟ مع روتينية الحياة واستمرارية الأيام بشكل مستمر، صحيح، تمر علينا الكثير من الخيارات في حياتنا ونقول كيف ما تأتي. ليش أنا أهلك نفسي؟ هل أطلع 7:30 ولا 8:30؟ ليش يعني أختار اللون الأحمر ولا الأبيض يوم ألبس الدشداشة في البرنامج اليوم؟ كيف ما تأتي بعد؟ هو كيف ما تأتي جميل أن الإنسان يأكل أي شيء، أنه يلبس أي شيء، أنه يذهب في أي شيء، أنه يجد متعته في أي شيء. طيب، فهذا الشخص لا يحتاج إلى أن يتخذ قرارات مصيرية في حياته باختياراته، لأنه بالنسبة له الحياة سواء كان هنا هو تماما يساوي لو كان هناك. لو سافر مثله تماما لو أنه لم يسافر، لو تزوج تماما لو أنه كان أعزبا. لو كان عنده أولاد تماما لو كان لم يكن عنده أولاد. لو اختار اسم ابنه هو، أو اختارت زوجته، أو اختارت أمه، أو اختار أبوه، هو بالنسبة له سيان. في بعض الناس لا يتخذون قرارات إلى درجة أنهم يتكلون على الآخرين، مثل زوجته يقول لها والله اشتري لي فرشاة الأسنان اللي تشوفيها مناسبة، اشتري لي بوك أو محفظة النقود اللي تشوفيها مناسبة. ولذلك تعرف هناك أناس لا يشترون حتى مصراتهم ولا ولد شاديشهم، وفي بنات ما تشتري شيء لهم ولا عباياتهم، لأن يقول كل شيء الحياة سيان. فهذا فاقد معنى الحياة لأنه لا يمارس دوره، ولذلك هو يصل من السلبية من مكان يعتقد أنه يريح نفسه بهذه المهدئات الوقتية التي يعيش في أوهامها. أيوة. لكنه ثق تماما أخي الكريم أختي الكريمة من تمارسين الحياة بهذا الشكل أن حياتك لن تكون إلا بأقلام أولئك الذين رسموها لك. صحيح. وأنك يوم الأيام سوف تكتشفين أنك كنت مخدوعة
مخدوعة في هذا الوهم، بهذا الهدوء، بهذا المخدر صحيح. النفسي الذي كنت تخدرين أو كنت تخدر به. ولكن هو باختيار الواحد أيضا هو اختار أن لا يختار، ولذلك القرار أن تتخذ قرار أو لا تتخذ قرار. بالضبط الاختيار هو أن تختار أو لا تختار، فكل حالتين هو اختيار. إنزين طيب أحيانا يعني هذه في مسألة الأمور العادية، ولكن في مسألة الأمور المصيرية الاختيار هو يعني خلينا نقول بداية تحقيق أهداف الإنسان. نعم صحيح. نعم أهدافك تسكن في المستقبل، هي لا تسكن في رحم الماضي ولا رحم الحاضر، أنت تخطط الآن للهدف الذي هو في المستقبل، فأنت من تحدد الاتجاه الذي تريده. ولذلك الذي ليس له هدف نقول له أي الطرق، وكل الطرق تؤدي إلى الذي لا تريد. إنما الذي عنده هدف هو الذي نقول له تحتاج إلى قوة الاختيار. هذا الإنسان ليس لديه أهداف وليس لديه طموحات وليس لديه آمال، والله دخل كلية الطب أو دخل كلية الهندسة أو لم يدرس نهائيا، بالنسبة له واحد، ما تحتاج إلى قوة الاختيار. تذهب إلى مطعم أمريكي ولا مطعم إنجليزي ولا مطعم عربي، مش مهم، ما تحتاج إلى هذه القوة. والله تأكل بالليل ولا تتعشى الظهر ولا تتغدى بالليل، ما مهم، المهم إن احنا ناكل حاجة وخلاص. فهذا الإنسان لم يكتشف متعة الحياة وروعة الحياة ودهشة الحياة. الحياة هذه أعجوبة من عجيب العجيبة جدا يعني، ولذلك حتى نكتشف هذه الحياة نحتاج إلى قرارات. بل أنني أذهب إلى أكثر من ذلك، أن القرار أو الاختيار هي قوة ليس عند الإنسان، وإنما هي قوة حتى عند بقية المخلوقات. إحنا لما نشوف النسر لا يختار فريسته، وإنما هو يرى فريسة موجودة قد صادها أسد فيأتي ويأكل من تلك الفريسة، ولذلك النسر ليس فيه ذلك الوقار والهيبة. أما الصقر فهو يختار فريسته صحيح. ولذلك لما نشبه وتقول أنت مثل الصقر يفرح صح. أما لما تقول أنت مثل النسر يقول يا أخي ليش تسبني، عفوا في الكلمة يعني. حتى الله تعالى في كتابه العزيز يقول يسألونك ماذا أحل لهم أحل لكم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. يعني كلب الصيد إذا اصطاد صيدة فهو يختار تلك الصيدة فصيده حلال، أما ذلك الكلب الذي لم يعلم فهو لا يختار صيده، وإنما هو يعني يقع على الفرائس ويقع على القادورات ويقع على، ولذلك صيده غير حلال. من أبسط الأمثلة يعني وإحنا يمكن وايد نمارسها هذه، مثلا أنت يوعان إيش تأكلون أي شيء؟ أي شيء المتوفر الموجود ما مهم يعني أي ما مهم بعدين لما يجيبون لا ليش يبتولنا هذا ما نحب، بس هي عنده قدرة على أن يقول ما هذا الذي كنت أريده. أيوة وهذه صح. مشكلة أيضا في قوانين العقل الباطن أنه لا يستجيب لكلمة لا. يعني واحد يقول لك أنا لا أريد هذا، مثل ابني في البيت أقول له والله لا تجلس، وقف، قلت له لا توقف، مشى، قلت له لا تمشي، لعب، قلت له لا تلعب، أكل، قلت له لا تأكل، طيب هي بيسوي فلا هي لا يستجيب لها العقل الباطن، وإنما يستجيب ما بعد لا. حتى الطفل الصغير لما نقول له تريد شاكليت هو اختيار الآن، تريد شاكليت ولا لوبانة فيقول لك لوبانة لأنه يبني ما بعد لا صحيح. طيب تريد لوبانة ولا تريد شاكليت يقول لك شاكليت لأنه يبني ما بعد لا. لما تذهب إلى البيت وتريد أن تخرج منه وتريد أن تخرجي فأخوك الصغير مثلا أو أختك الصغيرة أو ابني مثلا أقول له بابا حبيبي شوف أنا طالع لا تلعب بالسكين، مع أني أنهى عن ذلك. لماذا؟ لأنه يجب أن لا نطلب من الحياة ما لا نريد، يجب علينا أن نطلب ما نريد. طيب طيب هذا أيضا في قاعدة مهمة. حتى الكبير يعني حتى الكبير ممكن أن يكون، وإخوان المشاهدين الآن يتابعوني سوف أسأل هذا السؤال وكلهم إن شاء الله يأخذوا الصفر بالثلث. طيب. في أسلوب تعبيري بلا انظر إلى اختياراتهم كيف تقول كيف تكون. أقول لا تتخيلوا حصان أبيض يركض، كلكم تخيلتوا، مع أن أنا أطلب منكم لا تتخيلوا. حقيقة لم أتخيل لأنك بديت بلا وركزت عليها أنت، لأنك أنت لم تسمح لي بهذا الاختراق. فهناك من الناس من القوة بمكان، حتى المشعوذين لما يعمل شوية حركات هو لا يسمح له بالاختراق، ففي ناس عندهم من القوة الشخصية لا يسمح للآخرين أن يخترقوه، فهو يستطيع أن يحدد مصيره ويستطيع أن ولذلك المصير اختيار أيضا. يعني ليس من الـ من الـ من الـ من الـ من قدر الإنسان يقول والله كتب علي أن أموت كذا. نعم. وأنت اخترت أفعال ودت بك إلى هذا. طيب. يعني بعض الناس الذين ماتوا بالدخان أو ماتوا بالسكر وغير ذلك الله تعالى ما أجبرهم على ذلك. نعم. هم الذين اختاروا ذلك. نعم. طيب هذا الكلام اللي تقوله هو سؤال يعني القادم، لأن اخترنا هذا الموضوع الاختيار كنت أخبر عايدة حتى قبل البرنامج، لأن أمس واحد من الأشخاص تواصل معي في الواتساب فكاتب في الحالة معه. نعم. اللهم اختر لي ولا تخيرني. نعم. يعني وصلنا إلى مرحلة أن نضع كل شيء على الأقدار يعني. نعم. يا الله أنت اختر لي ما هو المناسب بالنسبة لي وكيف ما يأتي القدر فهو اختيار من الله وهو الأنسب لي. نعم. هذا لا شك أنك إذا رضيت بما قسم الله تعالى وقدر كان ذلك خيرا له. وسواء اخترت أم لم تختر الله تعالى اختاره لك، ولكنه وكلك إلى فعل تفعله لكي تصل إلى ما قدره عليك. ولذلك علم الله القديم وحكمته البالغة لم تجبرنا ولم تخرجنا من الاختيار إلى الاضطرار.
أحد الناس يشرب الخمر فيأتي عمر بن الخطاب يقيم عليه الحد رضي الله عنه، فيقول له ذلك الرجل: يا أمير المؤمنين، لما تقيم علي الحد وقد كتب الله تعالى علي أن أشرب الخمر؟ فقال الجلاد: اجلده مرتين، مرة لأنه شرب الخمر ومرة لأنه افترى على الله تعالى. لماذا؟ لأنه وإذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم قالوا: وجدنا عليه آباءنا والله أمرنا بها، وقل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. ولذلك قاله: يا هذا، إن علم الله تعالى لم يخرجك من الاختيار إلى الاضطرار، فنحن نختار أفعالنا، ولكن علم الله تعالى سبق وهو يعلم ماذا سوف يكون عليه حالي. لكن واحد يقول: والله الحين أنا بذهب لكي أسرق. لماذا؟ لأن الله كتب علي أن أسرق. طب وما أدراك؟ ولذلك هذه أيضا مسألة يعني عقدية وتحتاج إلى تفصيل أكثر، لكن نقول في النهاية أن الاختيار هو رفيقنا في كل لحظة. صحيح. أختار أن أنام أو لا أنام. صحيح. أختار أن أكون الآن في جامعة وأحضر فيها دكتوراه أو لا أكون في الجامعة لا أحضر الدكتوراه. هناك ملايين من الناس الآن يتابعون المباريات في الوقت الذي فيه، هناك ملايين من الناس الآن هم لا يتابعون المباريات. ما الذي جعلهم؟ هو اختياراتهم. هناك محركات من الدافعية ومن الحماس ومن الغيرة ومن حب الوطن ومن متابعة فريقنا، هناك محركات، لكن لربما محركات هؤلاء غير محركات هؤلاء. تعرف يمكن بعد مفهوم أوسع لموضوع الاختيار. نعم. بعض الأشخاص اختاروا أنهم يكونوا سعداء، اختاروا. صحيح. السعادة. وبعض الأشخاص اختاروا التعاسة يعني. حتى لأن السعادة فعلًا اختيار. يعني لما أجي أتزوج مثلًا إنسانة أكثر مني علمًا وأكثر وضعًا اجتماعيًا وأغنى مني وعائلتها يعني أقوى مني، أنا اخترت أن أعيش في بيت مع امرأة هي أفضل مني في كل شيء. نعم. أليس هكذا؟ سوف أدفع ضريبة ذلك، ولذلك كل عظمة وكل يعني صغيرة تحمل ضريبتها على ظهرها. سعد عبد الناصر، الحب ما يعترف بهذه الأشياء. الحب لا يعترف. نعم. ولذلك الحب طاقة، ولكن يا ليت لو احنا نفهم الحب. ولذلك احنا الحب عندنا في فلسفتنا العادية يقول لك عيب. طب الحب عيب؟ زين. الحب عيب يقول لك بعض الناس. يقول لك انا سألت بعض الزملاء في العمل قلت له: ما رأيك في الحب؟ فقال: الحب للنساء، يعني للنساء، يعني كأن الرجل ما يحب. طيب هذا مفهوم خاطئ عندك انت. فنقول يعني انا اخترت ان يكون ابني اسمه عبد الله. طيب. وبالتالي انادى بابي عبد الله، اليس هكذا؟ وفلان اختار ان يكون اسم ابنه غير جيد فينادى بذلك الاسم. ما حد يقول: والله لا تنادوني باسم ابني لانني لا احبه. انت من اخترت هذا الابن. طيب. انت ولذلك بعض الناس ياتي ويطلق زوجته. لماذا تطلقه وقد اخترتها؟ اذا انت تشك في اختياراتك. بعض الناس ياتي ويرفض الوظيفه التي يعمل فيها. لماذا ترفضها؟ الم تطرق الابواب يوما من الابواب من الايام؟ الم تسعى الى تلك الوظيفه؟ الم تكلم هذا وهذا لكي يوصلوك الى ان تنال العقد وتوقع عليه وتحظى بتلك الوظيفه؟ بعدما حصلنا على الشيء قلنا: أنا لا أريد كذا. نذم اختيارات مجلس الشورى أحياناً والمجلس البلدي وننسى أن نحن مختارينهم. نعم. أيوة، هذا اللي نحن رشحناهم. يعني نعم. هذه النقطة أيضاً تقودنا إلى أن مثلاً أحياناً الإنسان حياته كلها قرارات. نعم. وكلها اتخاذ قرارات. صحيح. واختيارات أيضاً. نعم. فممكن أيضاً هذه مرحلة من المراحل، هو اختار شيء وبعدين اكتشف أنه في شيء أفضل فاختاره. صحيح. هو في أفضل لا بأس. إنه ولذلك الحياة هي التغييرات في الحياة، يا على مستوى الإصلاح، يا على مستوى التطوير، يا على مستوى التحسين. جميل. أنا عندي مثلا خلق غير جيد، مثلا الكذب لا قدر الله، إذا أنا عندي عيب. نعم. هذا العيب لا يحتاج إلى تطوير ولا إلى تحسين، يحتاج إلى إصلاح. أنا والله يعني أصلي الحمد لله الفرائض الخمسة لكن لا أؤدي النوافل، فأنا أحتاج إلى تطوير فأنا أؤدي النوافل. أنا والله أؤدي النوافل وأؤدي الفرائض ولكن لا أؤدي النوافل وأنا مهدم في لباسي مع الله تعالى. نعم. فأحتاج إلى تحسين في لباسي، والتحسينات في الأخلاق وفي العطور وفي الملابس وفي الهيئات وفي الأشكال والألوان. التطوير في البرامج والفكر والأنظمة والتوجهات والرؤى والطموح وكذا. جميل. الإصلاح فيما هو خلل عندي، أنا عندي عيب خلقي كذا أو عيب خلقي كذا فأحتاج إلى إصلاح. أنا عندي والله بعض العادات السلبية فأحتاج إلى إصلاح. يعني واحد من عاداته أنه غير منظم في الوقت، فنقول لا تحتاج إلى تطوير، لأنك تصل بنفسك من الذي أنت فيه إلى الحالة العادي. نعم. ثم بعد ذلك تبدأ بالتطوير، فما يستحق من هو دون العادي أن يطور. طيب. فتصل في العادي ثم بعد ذلك. طيب عبد الناصر، في حال أن الواحد اتخذ قرار واختار. نعم. وبعد ذلك شعر أن هذا الاختيار غير صحيح. نعم. كيف يمكن يتعامل مع هذا الموضوع؟ يتعامل أنه هو يؤمن تماما أنه كان بشرا لما أخطأ. يعني أكبر متعة للإنسان أنه لما يختار خيار أو يتخذ قرار أنه يخطئ فيشعر أنه بشر ويشعر بقصوره ويشعر بنقصه ويقول أنا إنسان طبيعي. نعم. لأنه لو توفق في كل القرارات سوف يأتي إليه الشيطان ويقول له لعلك ملك، لعلك مكشوف عنك الغيب، لعلك روحاني، لعلك إنسان رباني.
فهذا الإحساس الداخلي قد يوصله إلى ما بعد الإيمان، ويصل إلى لحظات من الاقتراب إلى الكفر، إلى الاعتقادات أنه له خصوصية معينة في الكون، أنه مكشوف عنه الحجب، أنه مكشوف عنه الغيب. ومعظم أمراض القلوب تأتي من هذا، ولذلك بعض الصالحين إذا التزم يعتقد أنه خلاص اقترب إلى الله تعالى، وأن الآخرين هؤلاء ممنوعين ومحرومين من هذا الاقتراب. فعندما أنا أزل، وعندما أنا أنكسر، وعندما أنا أخطئ، فهذا رسل، هذه رسل من الله تعالى تقول لك يا فلان أنت عبد. نعم. وعبد يعني يفعل ويخطئ، ولذلك صلى الله عليه وسلم ما يعني ما صادر عنا حق الخطأ. من اجتهد فأصاب فله أجر. نعم. لمن اجتهد فأصاب فله أجران، ومن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. فإذا كأن هناك دعوة لكي تقول لنا اخطأوا، جربوا، لو أنكم لا تخطئون لأتى الله بأناس يخطئون فيستغفرون، أو لأنكم لا تذنبون لأتى الله بأناس يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. فإحنا لسنا ملائكة ولسنا شياطين، ولكننا هذا وهذا. فجميل أنني أنا أتخذ قرارات وأخطئ فيها، ولكن أنا أطور نفسي، وجميل أنني أنا أختار بعض الخيارات وأحسن أن لم أكن موفق. كثير من الناس غيروا تخصصاتهم، كانوا أطباء واكتشفوا أنه ليس لهم في الطب شيء، فأصبحوا بعد ذلك يعني مأسورين لذلك النداء، نداء الفطري الذي كان هو في طفولتهم، أنك يا فلان شاعر، فأصبحوا شعراء. ولذلك احنا نسمع أغنية الأطلال لإبراهيم ناجي، هذا أظنها إبراهيم ناجي، نعم، هذا طبيب لكنه لم نعرفه كطبيب، نعم، نعرفه كشاعر. تشرشل هذا لا نعرفه إلا يعني رجل عسكري، ولكنه أخذ جائزة الأدب، نعم، نوبل الأدب. صحيح. ولذلك هناك أناس عندهم نداءات داخلية، أخطأوا الطريق في لحظة من اللحظات، لأن أباهم كان يريدهم أن يكونوا أطباء أو مهندسين، لأن والدتهم كانت تريدهم أن يتعينوا في المكان الفلاني دون المكان الفلاني. هم سمعوا لآبائهم وسمعوا لأمهاتهم برا، ولكن بعد ذلك اكتشفوا أنه ليس هذا الطريق الذي يجب أن يمشوا فيه. جميل. طيب، يعني هذه النقاط متعلقة بالقرارات. نعم. لكن في كثير من الإشكالية تواجهنا في موضوع الاختيار بين القرارات وبين الأولويات. نعم. يعني مثلا أنا اليوم يعني في الطريق واحد من الأشخاص يقول لي أنا بين قرارين. نعم. هل أني هو موظف، هل أني أكمل دراستي، ولا أني أبني البيت مثلا؟ نعم. كيف اتخذ هذا القرار؟ يعني هو مشكلتنا لما تكون عندنا قرارات أقول والله أنا عندي أني أذهب إلى مثلا إلى المطعم، هذا قرار يعني أفضله 100%، ولكن أنني أنا أجلس في البيت هذا قرار من القرارات لكن لا أفضله، فهنا ما في حيرة. فإذا تساوى الشيئين هما ليس من الأولويات. لكن متى تأتي الحيرة؟ أن كل الخيارات أولوية. صحيح. ولذلك نقول هناك أولوية دون الأولوية. ما هي أولويتي الآن هي قد لا تكون أولويتي بعد ساعة. ما كانت أولوياتي في طفولتي ليست هي أولوياتي وأنا أكبر. ما هي أولوياتي أنا هي ليست أولوياتك أنت يا أخي راشد. وما هي أولوياتك ليست أولويات أخذنا عايدة. صحيح. طيب ما هو الحل؟ نقول أنه أولوية دون أولوية. إحنا نشوف ما هي الإيجابيات لهذا وما هي السلبيات لهذا. أنا يوم من الأيام خيرت أن أذهب إلى أحد الدول الأجنبية لكي أتعلم اللغة الإنجليزية. وكان فيها بدل وسفر وسياحة وأشهر طويلة يعني. لكنني لم أختر ولم أندم على ذلك. اخترت في مكان آخر أن أحظى بدبلوم اختصاص التدريب اللي هو مبادرة تنمية الأنتوساي في وقت أقل، شهر ونص، في دولة عربية. أنا ما اخترت ذلك. الكثير من الناس لوموني، قال لماذا لم تذهب إلى تلك الدولة الإنجليزية لعلك تحظى بلغة، تحظى بسياحة، تحظى بكذا، بدل إلى آخره. هم لهم خياراتهم، لكن لم يكن أنا اختياري ذلك. ولذلك لما أنا ذهبت في الطريق الذي كنت أريده سعدت به، وأنا أتحمل مسؤولية ذلك. أحد الناس كان في غابة، فإذا به أمام طريقين، طريق مكتوب عليه طريق سالك، وطريق آخر لم يكتب عليه شيء. قال فاخترت الطريق الذي لم يكتب عليه شيء، وهذا ما غير خارطة عالمي. بالضبط. وللأسف الوقت اختار أن ينتهي هذا اللقاء الطيب والجميل معك. كان ودنا أن يعني أن الوقت يسعدنا الاختيار أفضل. جميل معك، شكرا لك أستاذ عبد الناصر الصايغ، نورتنا. ولقاءنا القادم إن شاء الله يوم الخميس القادم مع موضوع جديد إن شاء الله. بإذن الله. شكرا. إن شاء الله. إجازة سعيدة إن شاء الله. وأكيد بسبب هذا الإثراء أيضا إحنا اخترناك لتكون معنا في من عمان في فقرة ثابتة كل أسبوع. شكرا عبد الناصر الصايغ، محاضر ومدرب دولي معتمد في التنمية البشرية، ونورتنا. إذن موضوع آخر وفقرة أخرى في برنامج من عمان، وهذه المرة طلبتنا المغتربين في أستراليا يهدوكم هذا المقطع لأجلك تغربت بمناسبة العيد الوطني 44 المجيد. نتابع مشاهدين. الكرم والجود نال.
سعيت ويا عسى القى جزا المجهود لأن العلم نور يختلط بدم سعيت ويا عسى القى جزا المجهود سليمان الكتباني مشاهدين. احنا وصلنا لختام حلقة الليلة من برنامج من عمان، نتمنى ان قدمنا لكم كل ما هو ممتع ومفيد من خلال فقراتنا ومحطاتنا المتنوعة اللي اخترناها لكم اليوم. اذا مشاهدين نتمنى باذن الله وفقنا في امتاعكم وافادتكم عبر تنوع دائما حريصين عليه في برنامجكم من عمان. ابتدأت الاجازة، نتمنى لكم اجازة سعيدة تقضوها برفقة الاهل، برفقة الاصدقاء في احدى المناطق السياحية الجميلة في السلطنة وايضا خارج السلطنة. يعني الاجازة نسبيا يعني 5 أيام تقريبا. أيوة، فرصة الواحد يعني ممكن اللي يسافر. لكن احنا مشاهدينا يوم الغد ان شاء الله موعدنا معكم راح يتجدد في اطلاله جديده من برنامج من عمان وتحضير لمجموعه من الفقرات. شكرا لكم على طيب المتابعه ولقائنا بكم يوم الغد ان شاء الله. الى اللقاء. الى اللقاء واجازه سعيده.